النادي الاهلي هو اللي فاز، مصر هي اللي فازت، الاتحاد المصري كرة السلة النهارده فاز النهارده بفوز النادي الاهلي، لان هو في خلال 5 6 شهور بينظم كاس العالم للشباب. فالنهارده الصوره البانوراميه اللي موجوده النهارده هي بتدي رساله الاتحاد الدولي عن صوره تنظيم مصر. اكيد يعني احتفاليه رائعه حتى هناك في صاله عبد الله الفيصل في النادي الاهلي، يعني احتفاليه رائعه جدا. هو كل يوم جميل جدا، واحنا توقعناه منذ بدايه اليوم يا كابتن وسام ان النهارده هيبقى يوم مختلف في النادي الاهلي، جوه النادي الاهلي في الجزيره، واجواء احتفاليه رائعه جدا، وواضح ان هو حفل ختام رائع جدا لبطوله افريقيه. اعتقد انها كانت بطوله ناجحه كابتن اسامه. مفيش شك بطوله ناجحه تنظيميا وفنيا والحمد لله رب العالمين، ربنا كلل مجهود الناس اللي اشتغلت في البطوله دي كلها بخير، وقدر ان هم يسعدوا الشعب المصري.